للحديث إذن عن حصيلة الانتهاكات في شهر كانون الثاني يناير الماضي، وعد هذا الشهر من أكثر الشهور دموية في اليمن بسبب تصعيد الأخير لميليشيات الحوثي. معنا هاتفيا من مدينة إسطنبول رئيس مركز يعني يمن صالح الجبري. حياكم الله أستاذ صالح. يعني كما ذكرنا هناك قتيل أو مصاب مدني واحد في كل ساعة في الشهر الماضي بحسب منظمة طبعا أنقذوا طفولة في اليمن. ماذا تعني هذه الحصيلة ولماذا يستمر القتل في اليمن؟ شكرا جزيلا. ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران من تجنيد الأطفال وتجنيد لأبناء القبائل ورميهم إلى جبهات القتال، هذا كله أدى إلى هذه الحصيلة التي نسمعها عبر تقارير الأمم المتحدة وعبر المنظمات المحلية والدولية. بل أن التقرير الأخير للأمم المتحدة قال بأن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30,000 طفل خلال الأعوام الخمسة الماضية، هذا بشكل رسمي ناهيك عن الأعداد الغير رسمية. وبالتالي الشهر الماضي كان هناك الاشتعال للجبهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في أكثر من اتجاه وفي أكثر من جبهة، وكانت ميليشيات الحوثي ترمي بالأطفال وصغار السن إلى المحرقة، مما أدى إلى هذه الأعداد المخيفة والهائلة بين في كل دقيقة إما قتيل أو جريح سواء كانوا أطفال أو غير أطفال. وبالتالي ميليشيات الحوثي تتحمل كافة المسؤولية عن هذا، وهذا لا يهمها، هي لا تعرف الأخلاق أخلاق الحرب ولا أخلاق السلم، وبالتالي للأسف الشديد هذه هي أخلاقيات ميليشيات الحوثي التي تعود عليها الشعب اليمني منذ 2014 حتى اليوم. يعني عدم وضع المجتمع الدولي نهاية لانتهاكات ميليشيات الحوثي في اليمن، هل يمكن تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يحصل، لا سيما مع يعني عد هذه الميليشيات شريكا في المفاوضات وحذف اسمها بصفتها منظمة إرهابية؟ التقرير الأخير للأمم المتحدة فيه أكثر من 400 صفحة، منها ما يقارب 300 صفحة كانت كلها ضد جرائم، تبين جرائم ميليشيات الحوثي بالحقائق والأرقام والمدن والمناطق والعدد سواء بالأطفال أو المدنيين أو في مجال الصحة أو التعليم أو المدارس أو ما إلى ذلك. ميليشيات الحوثي هناك إجماع دولي على أنها منظمة يعني وميليشيات خارجة عن نظام القانون، وهي من تحمل المسؤولية وهي التي خرجت أصلا، وهو أصل المشكلة أنها انقلبت على الشرعية في 2014. لكن هناك يعني سكوت مع الأسف الشديد في عدم إعلان ذلك بشكل رسمي من قبل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي إرهابية، وقد كان صنفها ترامب كمنظمة إرهابية، ولكن بسبب الصراع الانتخابي بين بايدن وترامب يعني ألغى بايدن تصنيفها مرة أخرى. وهناك الآن أصوات تتعالى في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي تطالب بإعادة ميليشيا الحوثي إلى قائمة المنظمات الإرهابية، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي توجهت إلى الإمارات والسعودية سواء من داخل اليمن أو من داخل العراق بميليشيات داخل العراق. فهناك إجماع، واللي هم الأكثر هناك إجماع محلي وإقليمي على أن هذه جماعة إرهابية، بل أن جامعة الدول العربية صنفتها أنها منظمة إرهابية خارجة عن نظام القانون. طيب والحل؟ يعني من المطلوب حاليا لإيقاف هذه الخسائر في صفوف اليمنيين في اليمن، سواء من مع تراجع الحوثيين عسكريا في العديد من المناطق، واعني في الجانب العسكري او حتى في الجانب الانساني، هناك يعني فقر مدقع في اليمن، حالات انسانيه ومجاعه كبرى، ما الحل برايكم؟ الحل هو استمرار الحسم العسكري، هذه ميليشيات لا تعرف للسلام طريق، هذه ميليشيات خاضت الدولة معها أكثر من 70 اتفاق منذ أن كانوا في منطقة دماج في صعدة، أكثر من 70 اتفاق، والأسف الشديد في الكويت وفي ستوكهولم وفي الأردن وفي أكثر من دولة لم تلتزم ميليشيات الحوثي بأي اتفاق، خرقت اتفاق الهدنة في الحديدة، خرقت اتفاق الإطلاق الأسرى ما عدا مرة واحدة فقط بضغوط دولية، خرقت اتفاقات السلم والشراكة الذي وقع في 2014 قبل أن تنقلب على هذا الاتفاق، اتفاقات كثيرة. الحل هو الحسم العسكري،
واستمرار الجيش اليمني وطيران التحالف في مثل هذه الضربات النوعية التي أفقدت كثير من قيادات الصف الأول والثاني لميليشيات الحوثي الإيرانية التي لجأت بعد ذلك الآن إلى الزج بالأطفال في ساحات القتال، وهناك تحذيرات من الجيش اليمني ومن الشرعية لأبناء اليمن وللقبائل أن يعني يحتفظوا بأبنائهم ولا يزجوا بهم في هذه الحرب. هذه الميليشيات لا تعرف السلام أخي العزيز، لا تعرف الأخلاق، لا تعرف المكان للاتفاقات، وبالتالي يبدو لي وهذا هو الراجح أن الحسم العسكري هو المخرج لليمنيين للتخلص من هذه الميليشيات. من اسطنبول رئيس مركز جيان يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لك.